إذا لقيت شخص في يوم من الأيام بيسمي لك الأسماء بطريقة غريبة مثلاً، عند بعض الناس يقول أنها طريقة غريبة، يضيف حرف الميم على بداية كل اسم يريد أن يلفظ به لفظ، فيقول مثلاً مطريق، مسيارة، محبة، محبة عويصة، مكنز، فتلاحظ أن معظم لفظه للأسماء تبتدأ بحرف الميم، مع أن بعض الكلمات يوجد فيها ميم أصلاً، فاعلم أن هذا الرجل من تهامة. طبعاً هذا الشخص ما تحتاج تقول له أعطيني جوازك، أعطيني بطاقتك، هويتك لو سمحت، عشان تعرف انه منتهمة. فحرف الميم يا عزيزي المشاهد قد تكفلت بذلك. شيء جميل جدا لما شفت بالانترنت ان في ناس كثير بتعرف عن تهامة معلومات كثيرة حلوة، لكن الشيء المحزن اكثر ان الجيل الجديد اللي انطلع من بعد كذا 1995، يا حسافة عليكم، ما تعرفوش حاجة كثير عن تهامة. وفي هذا الفيديو اتمنى من الله ان يوفقني ان هذا الفيديو ان شاء الله يوصل لمليون مشاهدة ويوصل لمليون شخص، ومليون شخص يتعرفوا على تهامة، هذه المنطقة الجميلة. فلنبدأ الفيديو، لكن أتمنى قبل ما تبدأ الفيديو أنكم تدعموا قناتي، تعمل كذا يعني شير للفيديو، تشارك الفيديو مع كل أصحابك، تعرف الناس على هذا الجمال، تعمل لايك للفيديو، ده يحفزني كثير، وتدعموا قناتي لأن هذا هو يعني عشان واحد يعني يستمر، بس هذا الهدف يعني. تهامة عموما يا عزيزي المشاهد هو الساحل المحاذي للبحر الأحمر من جهة جزيرة العرب، فيقول البعض أن ذلك الخط الساحلي كله ابتداء من منطقة تعز اليمنية حتى وصولا لآخر نقطة في المملكة العربية السعودية يكون ذلك كله عبارة عن تهامة. وأضف إلى ذلك أن تهامة اسم من أسماء مكة المكرمة، وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تهامة، أن يقال النبي التهامي، ونسب إلى تهامة التي معروفة هي بالنسبة لمن يقعون شمالية مكة المكرمة في المناطق البعيدة التي كانت تسمى في القديم كنعان وما إلى ذلك. قديما يا أصحابي عند الحضارات السامية اللي هي مثلا اللغة البابلية، كانت توجد في المعجم القديم عندهم كلمة لفظ تهامة، وتهامة عند اللغة البابلية يا صديقي تعني البحر، وأيضا كانت تطلق على السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية. أيضا كان يسموا السواحل الشمالية لشبه الجزيرة العربية باسم ماتامتي، وكترجمة حرفية أي ببلاد البحر، والتي الآن تسمى بمملكة البحرين. ماتامتي، إيش اللي ربط ماتامتي بالبحرين؟ أنا مش فاهم، بس هي كده. تهامة يا عزيزي المشاهد ما سميت تهامة إلا من التهم، أي بمعنى أبسط تهامة هو من شدة الحر يا صديق، أي بمعنى سبب تسمية تهامة في صفة في المنطقة، والمنطقة معروفة بشدة حرها يا أصدقائي وركود رياحها، وهو مأخوذ من مصطلح التهم، والتهم هو شدة الحر، فتهامة مأخوذة من التهم، والتهم هنا شدة الحر، فيقال في اللغة يا صديقي تهم الحر إذا اشتد، ولأن هواءها متغير أيضا سميت بذلك، فيقال أيضا يا صديقي تهم الدهن أو تهم الدهن، وبمعنى تغير ريحه، ويقال بمن ينسب إلى تهامة بالتهامي أو التهام، وجمع هذا اللفظ بالتهم أو التهام، ويقال في اللغة العربية لمن نزل تهامة أتهم أو تاهم، ولسهولة الموضوع طالما إنك على البحر الأحمر من جهة جزيرة العرب فأنت على تهامة، كده انتهينا. تهامة ذكرت في لغات أصدقائي وحضارات كثيرة جدا، من رمزت لها بتهامة، بتهمت، بتهمت، يعني بمصطلحات وبأشياء كثيرة، بس الشيء الذي يميز تهامة كحقيقة يجب أن تتعرف عليها يا صديقي المشاهد هو المناخ. تهامة ارتبطت ارتباط تام بالمناخ، ومن شدة حرها يا أصحابي سميت بالتهامة، وتهامة من تهمها يا أصدقائي، لكن الحقيقة بأصحاب تهامة لديهم أشياء كثيرة لتتعرف عليها. تهامة بالرغم من شدة درجة حرارتها يا أصدقائي إلا أن الزراعة تعتبر عامل مهم 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 جدا، وفيها أرض باركها الله من سابع سما فيه، جعل فيها زراعة أشياء جميلة وطيبة، وتتميز بزراعة هذا الشيء فيها، ولا يوجد أطعم وألذ منه وأنا مجربها شخصيا. زراعة التمر، الذرة، القمح، الدخن، الأراك، هذه محصولات زراعية جدا 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 مهمة في تهامة، بالإضافة إلى البطيخ والمانجو والجوافة، يا لبي حاجة مش طبيعية. يوجد فيها الجزر التمري، الجزر المديني، الجزر اليماني، طبعا الجزر اليماني الذي هو البطاطا، بطاطس، الطماطم، الباذنجان الأسود، البامية، القرع، الفول، ملوخية، كرنب، خس، جرجير، الفجل الأحمر، الفجل الأبيض، الفلفل الرومي، والفلفل الأخضر، والبصل، وأيضا ما تقدرش تنسى برضو البرسيم. يوجد في تهامة الماشية، وتتميز بماشية فيها سبحان ربي ما خلق، يعني التضحيات والأضاحي وكمية التجارة في الماشية هناك إلى المدن الكبرى، يعني تذهب من تهامة بشكل مش طبيعي، سواء كانوا المتواجدين
متواجد في الجمهورية اليمنية أو متواجد في المملكة العربية السعودية على طول امتداد تهامة. شيء جميل ولا يمكن أن يعني في قمة الروعة والله. فالطبيعة في تهامة يا أصدقائي لديها وجهان متناقضان والله. يوجد هناك جزء منها صحراوي حار مخيف مرعب، ويوجد فيها جزء يوجد فيه الوديان والجبال وجمال الخضرة وجمال وروعة ورونق الطبيعة على امتداد الخط التهامي يا أصدقائي. هناك ما يأتي إلى التناقض في تهامة يا أصدقائي، جمال على جمال، والصحراء لديها جمال، وطبيعة الجبال لديها جمال. وعندما تذكر تهامة لازم ما تذكر القصائد التهامية والشعر التهامي والفن التهامي والغناء والروعة والإنشاد والإبداع. الرقصات هذه تمثل هي عبارة عن رقص شعبي، يعني تشتهر بالحمرة والحقفة والحنجلة والتبريش ولعب السيوف وعدة رقصات وشرجة، وتشتهر أكثر بقفز الجمال وعدة رقصات، وهي موروثة مش موروثة حضرين، هي أبا أنجد ورثها هذه الرقصات الشعبية التهامية. تهامة يوجد فيها الإبداع، يوجد فيها الروعة، يوجد فيها بساطة المعيشة يا أصدقائي. فسكان تهامة اللي يعيشوا في المناطق المنخفضة والمناطق المفتوحة التي ليست جبلية لكن تحت الجبال، يعيشوا في مناطق كالعشش، بيوتهم كالعشش. هناك مسلسلات وهناك أعمال فنية قد تكلمت وتحدثت عن تهامة، وهناك مسلسل يمني يسمى بهم همك يتناول عن القضية التهامية وعن سكان تهامة وكيفية الحياة اليومية بطريقة كوميدية جميلة. أيضا تهامة عموما يعيشون بين تلك العشش، لديهم من السنين ما لهم من سنين في حياتهم تلك، سيعود إلى شدة درجة الحرارة، وأن تلك العشش هي الطريقة المناسبة لتجنب ذلك الضيق الحراري التي توجد في تلك المنطقة. أما بالنسبة لسكان تهامة الذين يسكنون في الجبال فتوجد هناك طبيعة خضراء جميلة لقربهم أيضا من السماء لأنهم مرتفعين، وجبال تهامة يا أصدقائي ارتفاعها الجبلي شاهق جدا مرعب، كبيرة وعريضة، فالجبال ضخمة جدا يا أصدقائي، لذلك تكون المناطق الجبلية أو ما يسموهم أم جبالية بالإضافة إلى حرف الميم جباليا، ما زلنا في الميم، فتكون مناطقهم أبرد قليلا. بالذهاب أيضا إلى محافظة حجة اليمانية التي تعتبر هي من أهم مناطق تهامة، سواء كانت من الساحلية أو إذا كانت من المناطق الجبلية الباردة في تهامة التي تتوفر فيها الزراعة الضخمة، إلى الدخول أيضا إلى منطقة عصير التي أيضا توجد فيها من أجمل ما قد تصور فيه الطبيعة، وكما تشاهدون الآن يا أصدقائي إلى هذه المناظر الجميلة والرائعة، هذه أيضا تهامة. فلا يستطيع الإنسان يا أصدقائي أن يتصور تهامة على نمط واحد، فهناك أنماط مختلفة كثيرة جدا عن تهامة، وحقائق فعليا قد تدهش المشاهدين، كوجود قبائل عريقة هناك من أسماء عائلات كبيرة جدا، كقبائل لديها تاريخ ومآثر. أيضا سكان تهامة كانوا تاريخيا مندمجون في وجود الحضارات ومتقبلون لفكرة الديانات الكثيرة، فمن ضمنها دخول ديانات كثيرة إلى تهامة، اليهودية ثم النصرانية ثم الإسلامية، ثم من قبل ذلك عندما كانت الحضارات الوثنية المتواجدة في تلك المنطقة، لذلك كانت تلك المنطقة منطقة مهمة جدا بالنسبة للحضارات المتعاقبة لأهمية وجود الزراعة فيها. كانت تلك الزراعة تشكل عاملا رئيسيا في انبثاق الحضارات في تلك المنطقة الرائعة تهامة. فالمناطق الجميلة أيضا في تهامة يا أصدقائي تأخذك بعيد 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 الأفق، إلى مكان ما يكلم بك التاريخ به، إلى مكان وجود الحضارات، إلى مكان وجود الأقوام، إلى مكان وجود القبائل، إلى مكان وجود الجبال الشاهقة الرائعة المرعبة المليئة بالمعادن والجمال، امتدادا من حجة إلى المحويت إلى ريمة إلى الحديدة، إلى أيضا دخولا أيضا إلى عصير، أيضا دخولا إلى شمال الشمال حتى تصل إلى ما بعد مكة، حتى تصل إلى أيضا إلى أعلى أو إلى شمالي السعودية من جهة البحر الأحمر. تلك المنطقة جميلة جدا وفريدة من نوعها أصدقائي، بلهجتهم بثقافتهم بحضارتهم برقصهم الشعبي بجمال لغتهم بجمال بساطة تناولهم للحياة بجمال وجود القبلية والنزعة الجميلة الموجودة عند القبائل، لا تشعر بالوحدة بينهم أبدا. القبائل العربية الأصيلة والتي كانت وما زالت أصيلة بطيبتها بروعتها بجمالها بحبها للناس. هذه تهامة يا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا تعرفتم على هذه التهامة التي تهمها الكون وزادها بجمال حتى في حرارتها جمال. أتمنى أن يكون راقكم هذا الفيديو فعليا، قولوا لي ما رأيكم في هذا الفيديو، إذا عندي أي خطأ في معلوماتي ممكن برضو تعدلوا علي، أنا لو وجد عندي أي مشكلة أنا قابل للنقد والتعديل والطرق والسحب أيضا في لز. أتمنى تشاركوا الفيديو هذا مع كل أصحابكم عشان الناس تستفيد وتتعرف على هذه المنطقة الجميلة. إلى أن نراكم في فيديو آخر، كان معكم سلام من قناة سلام، والسلام علينا وعليكم.